بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع الرئيسي، العمارة تاني نمرة من الشارع ده. ده كده شكل العمارة من بره. العمارة 11 دور، شقتنا في الدور التالت، شقة النهاردة في الدور التالت، تالت بلكونة. نبدأ نخش كده المدخل بتاع العمارة. ده المدخل اهو، ده كده شكل المدخل، وده الاسانسير هناك اهو. وفي عندنا للشقة عداد مية خاص، عداد مية خاص بكارت اللي هو الرمادي اللي قدامنا ده، ده عداد مية خاص. ده الاسانسير اهو، بس لسه بيركبوا فيه دلوقتي، يعني خلاص دفعوا فلوسه وبيركبوا فيه الان. وده هنا شكل السلم. كده كده احنا في الدور الثالث، يعني دور قريب جدا، والسلم على فكرة مريح جدا يا جماعة. دي كده شقة النهاردة. اول حاجة بيجي لنا باب حماية حديد على باب الشقة، وعندنا عداد كهرباء قديم. ده شكل عداد الكهرباء القديم اهو اللي هو القرص، يعني في عندنا اتنين قديم، واحد قرص وواحد ديجيتال عشان برضو الناس اللي مش عارفة، وفي التالت اللي هو الجديد اللي هو الايه اللي هو الكارت. اول ما بنخش بيجي لنا اول حاجة كده الصالة دي قدامنا. الشقة صالة وتلات غرف ومطبخ وحمام. دي الصالة اهي، بتبص على الشارع اللي احنا جايين منه من بره اللي هو تاني نمرة من الشارع الرئيسي اللي احنا شفناه ده. في عندنا هنا كده غرفة على الشمال، وعندنا طرق التوزيع بتودي على غرفتين والمطبخ والحمام. هنشوف اول غرفة معانا اهي، دي اول غرفة مساحتها تقريبا 3.5 × 3.5، برضو بتبص على الشارع. دي كده اول غرفة معانا. بعد كده نبدأ نخش على طرق التوزيع ونشوف باقي الغرف والمطبخ والحمام. بيجي لنا على الشمال اول غرفة اهي، دي كده اول غرفة تقريبا 3×3. الشقة كلها مساحتها 100 متر تحت العجز والزيادة. دي كده الغرفة التانية اهي، بتبص على منور. بعد كده بيجي لنا الحمام، ده الحمام اهو، التشطيب بتاعها جديد على فكرة يا جماعة مش قديم. وهنا كده بيجي لنا المطبخ. مش هذكر حضراتكم، ياريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. بعد كده بيجي لنا الغرفة التالتة اهي، دي تالت غرفة اللي هي الغرفة الرئيسية، مساحتها تقريبا 3.5 × 5. ده كده شكل الغرفة اهي، ما شاء الله مساحتها كبيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين، واخدة غرفة نوم مستريحة جدا. الغاز بالمناسبة على باب العمارة تحت. الشقة عنوانها فيصل كعبيش، تاني نمرة من شارع كعبيش الرئيسي. الطوابق الشقة مطلوب فيها 380 ألف. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.